le capitaine d'équipe Piaggioli. سو عبيط انت قابل على هاد الناس هادو يلعبوا بهاد الخريطه هادي ديال الجزائر ديال الجزائر لا ماشي مشكل وديال الجزائر يلعبوا ديال الموزمبيق يزيدوا مصر هنا يديروا حتى شمال افريقيا كامل ما عندناش مشكل الحمد لله الكره هادي خاطينا السياسه اللهم لك الحمد ارض الله واسعه غنموتوا كامل ما كاين اللي غادي مع شي شباب كي نلعبوا كره نضربوكم ونشوف حالنا يا اخو خريطه بلادنا هادي نديروا في بينها اللي حبينا الله يسخر سمر اوكي الله يسخر بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام حضرات المتابعين عشاق المستديرة أينما كنتم من طنجة الحبيبة إلى الكويرة العزيزة هل كل ينتظر هل كل يراقب في المقاهي وفي البيوت مرحبا بكم في هذه السهرة الكروية في ديربي مغاربي بين النهضة بركان واتحاد العاصمة تحت شعار خاوة خاوة نذكر أن مقابلة الذهاب انتهت بفوز البركنة هناك بملعب 5 جويلي بثلاثية نظيفة لا سجلها الاتحاد الافريقي بعد رفض فريق اتحاد العاصمة ولوج أرضية الملعب بعدما قام الاقجاع بقفل باب مستودع الملابس ولم يجدوا وسيلة للخروج واللحظة نعطي لحضراتكم تشكيلة الفريقين ونبدأ دائما بالنسبة لفريق الجار اتحاد العاصمة هناك في حراسة المرمى الكابتن أناس بوشينا بقية اللاعبين بقية العناصر التالية عمر عليلات حمزة سيفور هناك يوسف جحنيط أمين بنزاز علي بوخنشوش وبالنسبة للبراكنا يدخلون اليوم بالتشكيلة الآتية الكابيتانو بريك الهلالي هناك محمد بركادايو عدنان الفحلي حمزة الموساوي وهداف الفريق بغاد المهري بشعار الله الوطن الملك ننتظر وإياكم المقابلة والخوف كل الخوف من انسحاب جديد لينضاف للانسحابات عديدة سنتطرق إليها في الجولة الثانية إذا المشاهدين الكرام كما تشاهدون استقبال رائع بالثمر والحليب لأشقائنا الجزائريين أظن أنها ثمور زاكورا الجودة والمذاق المغرب دوما كان السباق للاستقبال الضيوف نعم المغاربة ناس الجود والكرم والحب والسلام وكرة القدم بعيدا عن كل السياسات والفتن مرحبا بالجميع في المغرب الجمال الحضن الدافي من بيت الأحرار مشرق الأنوار من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة إذن نعم سنتواصل المشوار هنا بين البراكنة وفريق اتحاد العاصمة إذن كما تشاهدون وكما تلاحظون الجماهير المغربية دائما حاضرة في كل أماكن وكل أنحاء العالم إذن هنا إخواننا الجزائريون يرفعون شعار ديما خاوة خاوة ونحن أيضا بمثال وكذلك نحن نرد لهم الاعتبار للجزائريين إذن كما تلاحظون وكما تشاهدون على مباراة العمر الذي ينتظرها الجميع إذن على بركة الله الحكم يعطي انطلاق صافرة البداية من أقدام جزائرية هناك بريكو تعباسي خطأ على مشارف المربع العمليات هناك لازلنا في البدايات هناك ضربة خطأ على مشارف مربع العمليات لأنه تبركان ضغط كبير منذ البداية هادو هما البراكنة والحكم يندر عمر عليلات في انتظار التنفيذ من سينفذ نعم كالعادة بريك قدم هدف اول البراكنة وجيب من الشباك يا أناس بوشينا وخوت عندك يا أناس هذا صعيب عليك يا أناس امامك بريك الهلالي امامك سيد زمانو هادو هما البراكنة نعم اعطينا يا مخرج المباراة لعادة عودنا من الاول اعطينا لعادة لو تشاهد هذا الهدف لن تمل من المشاهدة عالمي بريك بوم يا سلام يا سلام يا سلام
سلام، هذا الهدف لن ينسى، يبقى في الذاكرة سواء كنت جزائري أو مغربي. نعم مشاهدينا الكرام، من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. هناك ماذا يحدث؟ ماذا يحدث هنا؟ اندفاع وصراع، ماذا يحدث؟ حرك الحمر يا حكم كي لا تنفلت المقابلة. لا نريد الانسحاب، لا نريد انسحاب آخر، نريد أن نستمتع بالمقابلة. أظن أنهم انسحبوا مجددا. السلام عليكم خوتي. خوتي رانا جينا من وهران، راه لعبنا وتقاتلنا، راكم تشوفوا الحكم ما راهوش ساعدنا، رانا درنا فوق من جهدنا، راهم هما عطاهم الحكم فوت سي با لوجيك، ما ني با فيه. رانا كما يقول المثل الوهراني واللي زارف عندنا في الجيري، خرج الربيع ريان يكسب وكولو سونا وقوجعونا. كما راك تشوف يا اخو، هادو راه داخو شحال من خو طلع ما خوناش، راهم ما تقاتلوش معانا حتى الاخر. رمق اللعابه راهم ديفيلي، راهم عندهم تشنجات، رانا نموتوا رانا نعيشوا. لا بروشين فوا رانا نديروا شي حاجه في لافريك ونقصيو المروك.